طيب هذا واحد من الملاعب مثلا تعرف البناء. القصة أبو ذكرها الشيخ سعيد بن علي المغيري في كتاب جنة الأخبار، الأربعة أولئك المغامرون الذين ذهبوا في الأنهار وما عرفوا أين مكانهم، فرأوا أناسا هنالك اعتبروا هؤلاء العمانيين كأنهم نازلين من السماء، ما شافوا الجنس الأبيض يعني، وبعض العمانيين ما كانوا بيض، اعتبروا الجنس الأسمر أو الأخضر، اعتبروا يعني باللغة عند العرب الأسمر يقال له أخضر، يعني الإنسان يوصف بأنه الأخضر، الأسمر السمرة في الحيوان والخضرة في الإنسان يعني، فيعني ما كانوا بعد بيض، لكنه فكروا أن هؤلاء الناس نزلوا من السماء، فاجتمعوا عندهم يعني، فالناس فقدوهم أهاليهم في زنجبار في دار السلام، حتى في النهاية عادوا إليهم بعد أشهر، وبعض منهم أقيم له العزاء يعني، على أساس أنه خلاص انتهوا، ما في خبر، هم راحوا في الأنهار يعني في القوارب، وبعدين جاءوا منك بثروة هائلة جدا من العاج، ذيك الأيام كان العاج هناك طبعا ما أحد ينتبه له يعني العاج، فجاءوا منك بثروة هائلة من هذاك العاج يعني باعوه يعني، لكن هي كانت رحلة مغامرة في الحقيقة، قصتها يعني موجودة في جهات الأخبار، قصة ممتعة وجميلة للي حابب يتابع نعم فعلا نعم.